السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف السابع. في الدرس السابق تحدثنا عن مفهوم العمل والقدرة، والآن سوف نكمل درسنا ونتحدث عن الآلات البسيطة. ما هي الآلات؟ أعزائي الطلاب، يوجد أمامنا هذه العلبة، نريد فتح غطاء هذه العلبة. السؤال: لماذا نستخدم المفك لفتح غطاء هذه العلبة؟ لأن المفك يساعدنا في فك غطاء العلبة بجهد أقل. أحسنتم! ولكن ألا يمكننا فتح غطاء العلبة بأيدينا؟ يكون فتحها باليد ممكن، ولكن يحتاج جهد أكبر، وقد يكون صعب وغير ممكن أحياناً، وبالتالي إن المفك يساعدنا في فك غطاء العلبة بقوة قليلة وجهد أقل، والفائدة هنا أننا بذلنا قوة أقل لتنفيذ عمل أكبر، بذلنا قوة أقل لتنفيذ عمل أكبر. من خلال هذا المثال أعزائي الطلاب، يمكننا أن نستنتج معا تعريف الآلة. ما هي الآلة؟ الآلة هي أداة أو جهاز يسمح بالقيام بعمل ما بطريقة أسهل، وذلك بتغيير اتجاه أو مقدار القوة اللازمة لتنفيذ العمل. نعيد مرة أخرى، الآلة هي أداة أو جهاز يسمح بالقيام بعمل ما بطريقة أسهل. كيف؟ بتغيير اتجاه القوة أو مقدار القوة اللازمة لتنفيذ العمل. تذكروا هذا جيداً، الآلة تقوم بتغيير اتجاه القوة أو مقدار القوة. عند استخدامنا للآلة يوجد هناك قوتان، هما قوة الجهد وقوة المقاومة. قوة الجهد هي القوة المستخدمة في الآلة، وفي المثال السابق تكون قوة الجهد هي القوة التي بذلناها على المفك لإزالة غطاء العلبة. قوة الجهد هي القوة التي بذلناها على المفك لإزالة غطاء العلبة. أما قوة المقاومة هي القوة التي تعاكس قوة الجهد، وفي هذا المثال تكون قوة المقاومة تمثل غطاء العلبة، وغالبا ما تكون قوة المقاومة هي قوة ثقل الجسم. والآن أصدقائي الطلاب، فكروا معي، هل توفر الآلات عملاً؟ في الحقيقة إن الآلات لا توفر العمل، ولكن تجعلنا نستخدم قوة أقل للتغلب على المقاومة، وهذا ما يقودنا أعزائي الطلاب لتعلم الفائدة الآلية. ما هي الفائدة الآلية؟ تعريف الفائدة الآلية هي عدد مرات تضاعف القوة التي تحدثها الآلة. هي عدد مرات تضاعف القوة التي تحدثها الآلة. لنأخذ المثال الآتي سيوضح لنا معنى الفائدة الآلية. إذا كانت الفائدة الآلية لآلة تساوي 2، ماذا يعني؟ هذا يعني تساوي ضعف قوة جهدك، والنتيجة أنك تستخدم نصف قوة جهدك اللازمة للقيام بمقدار العمل نفسه، ولكن دون استخدام الآلة. كما ذكرت منذ قليل أعزائي الطلاب، الآلات تقوم بتغيير اتجاه القوة أو مقدار القوة. فإذا غيرت الآلات اتجاه القوة فقط، فإننا نقول أن الفائدة الآلية لهذه الآلة تساوي 1، وهذا يعني أن الآلة لا تغير مقدار القوة. والآن كيف سنقوم بحل هذا السؤال؟ لماذا نقول عن الآلات أنها مفيدة؟ لأنها تقوم بمضاعفة أثر القوى المبذولة. القوى المبذولة للقيام بعمل ما، الآلة تقوم بمضاعفة هذه القوة، وبالتالي الفائدة الآلية هي عدد مرات مضاعفة قوة المبذولة للقيام بعمل ما. أعزائي الطلاب، كيف نحسب الفائدة الآلية؟
نقوم بحساب الفائدة الآلية من خلال القانون التالي: الفائدة الآلية تساوي قوة المقاومة مقسومة على قوة الجهد. قوة المقاومة مقسومة على قوة الجهد. نقوم معا بحل هذا التمرين. تمكن رجل من رفع جسم ثقله 400 نيوتن باستخدام رافعة بقوة مقدارها 40 نيوتن، فما هي الفائدة الآلية؟ أعزائي الطلاب، في البداية ماذا نفعل؟ نقوم بكتابة القانون. الفائدة الآلية تساوي قوة المقاومة على قوة الجهد. الآن سوف نقوم بتحديد قوة المقاومة وقوة الجهد. كما ذكرت منذ قليل، قوة الجهد هي القوة التي بذلناها على الآلة، وهنا في هذا المثال استخدم الرجل قوة مقدارها 40 نيوتن. أما قوة المقاومة هي قوة ثقل الجسم، وهنا في هذا المثال 400 نيوتن. نقوم الآن بالتعويض. الفائدة الآلية تساوي 400 مقسومة على 40، والناتج يساوي 10. وبعد أن تعلمنا أعزائي الطلاب مفهوم الفائدة الآلية، دعونا ننتقل إلى مفهوم جديد وهو الآلات البسيطة. ما هي الآلات البسيطة؟ الآلات البسيطة هي عبارة عن آلات تسهل للإنسان حياته من خلال استخدامها في الحياة العملية. وللآلات البسيطة 6 أنواع نذكرها الآن: أولاً المستوي المائل، ثانياً الإسفين أو الإزميل، ثالثاً البكرة، رابعاً القلاوض، خامساً الرافع، وأخيراً العجلة والمحور. مرة أخرى: المستوي المائل، الإسفين أو الإزميل، البكرة، القلاوض، الرافعة، العجلة والمحور. سنقوم أعزائي الطلاب بدراسة كل منها على حدة، ولكن دعونا نتعرف على أشكال هذه الآلات البسيطة. هذه الصورة تمثل البكرة، وهذه تمثل العجلة أو المحور. هذه الصورة تمثل الرافعة. هذه الصورة تمثل القلاوض. وأخيراً هذه الصورة تمثل المستوي المائل. أعزائي الطلاب، ماذا نسمي هذه الآلة البسيطة؟ نعم، إنها المستوي المائل. تعالوا لنبدأ بالمستوي المائل. ما هو المستوي المائل؟ هو عبارة عن سطح منحني يمكننا من رفع جسم ثقيل بقوة أقل من رفعه رأسياً. المستوي المائل مرة أخرى هو سطح منحني يمكننا من رفع جسم ثقيل بقوة أقل من رفعه رأسياً. لاحظوا معي أعزائي الطلاب هذا الصندوق، نريد أن نرفعه إلى الأعلى. نقوم باستخدام المستوي المائل. فباستخدام المستوي المائل سوف نستخدم قوة أقل لدفع هذا الصندوق للأعلى، أما إذا حاولنا رفعه بشكل رأسي نلاحظ قوة الجهد وقوة المقاومة التي هي قوة ثقل الصندوق. أعزائي الطلاب، هنا مقدار العمل لن يتغير، وإنما المستوي المائل سوف يقلل من الجهد المبذول لدفع الصندوق نحو الأعلى. نشاهد معا هذا المثال. برأيكم أعزائي الطلاب، ما هو أسهل؟ وضع هذه العربة خلال المستوي المائل لتحميلها في الشاحنة، أم حمل العربة ووضعها بشكل رأسي في الشاحنة؟ حتما، فإن استخدام المستوي المائل أسهل، بالرغم من أنك تحرك العربة مسافة أطول خلال السطح المائل، إلا أنها تعد أسهل من حمل العربة مباشرة وبشكل رأسي ووضعها في الشاحنة.
دعونا الآن ننتقل إلى النوع الثاني من الآلات البسيطة وهي الإسفين أو الإزميل. ما هو الإسفين أو الإزميل أعزائي الطلاب؟ الإسفين هو مستوي مائل متحرك له وجه واحد أو وجهان مائلان، هذا هو الإسفين أعزائي الطلاب ذو اللون الأحمر. نلاحظ هذا الإسفين له سطح مائل، عندما نقوم بدفعه في جسم ما فإن هذه الآلة تغير من قوة الدفع جانبيا لتزيح أجزاء الجسم. كما يوجد في الفأس، يعد الفأس أعزائي الطلاب إسفينا. لننظر معا إلى هذه الصورة، هذه صورة جذع، نحاول الآن أن نقسمه إلى نصفين. إذا نقول أن ذلك يتطلب جهدا كبيرا وقوة كبيرة لشق الجذع إلى نصفين، ولكن باستخدام الفأس سوف نعطي قوة أصغر. وإلى هنا نكون أعزائي الطلاب قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بهذا الدرس. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.